دون سجلوا دوماج ما جاش هذا البوت باش يعاوننا بحال ما كتبش لي مهميه حطينا الماكسيموم يسمحوا لنا المغاربه كنا باغيين نجيبوهم في الفينال بحال مره اخرى ان شاء الله. رغم الاصابات رغم كل ذلك اليوم شفنا فريق وطني قاوم المنتخب الفرنسي بطل العالم، هنيئا لكم بالمسار، ما يمكنليش تقول شي حاجه اخرى. لا لي مهميه حطينا الماكسيموم، شوف الدراري تقاتلوا حتى الدقيقه الاخيره كنا باغيين نديوها، حنا فرقه اللي قويه اللي كتعرفش كدير كتسنى غير دير اون ايغور، هادشي اللي درنا في الاول الماتش. ضيعنا بزاف د اللعابه، حطوا لو ماكسيموم، مزراوي كان مريض لعاب، غنم سايس حتى هو شفتي خرج دغيا، دابا ما غاديش نفكروا في هذا الماتش، دابا غنرتاحوا غنشوفوا غنجمعوا غنقول لهم برافو للدراري باسكو تقاتلوا، هادشي اللي كيامني. ولكن ماشي مقابله ما كانش سهله، بصح كنا يعني كان عندنا هذا الحلم باش نمشيو للنهائي، كنا تايقين بان غادي نفوزوا بهذه المقابله. ما كتبش كان دور الدراري داروا مقابله كبيره، يعني المجهود كان جبار، كان عندنا فرص الحمد لله على هذا الاداء يعني ديال الدراري، لا جواد لا داري يعني اداو واحد الاداء كبير وكانوا في مستوى كبير. صراحه يعني ما حسيناش بالابسونس ديال لا رومان لا نايف، وكنبغي نهنيهم يعني صراحه. هذا الجروب بين بان قادر يتنافس مع اكبر المنتخبات اليوم، فكما شفتي يعني كنظن الهدف الاول شويه صعب علينا المقابله، على اي يعني المنتخب دار واحد المقابله كبيره صراحه، الاداء كان كبير. كنظن باننا اليوم صرفنا القميص ديال المنتخب الوطني، الكل راضي على الاداء ديال اللاعبين، الكل حنا كلاعبين فخورين بهذا الجمهور اللي كان دائما السند ديالنا والدار ديالنا منذ بدايه البطوله. كنا بغينا نحققوا واحد الانجاز اللي يكون تاريخي، اولا تاهل النهائي ولما لا الفوز باللقب. الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. الحاجه اللي يمكن لنا اننا نفتخروا بها قدام الشعب ديالنا هو اننا عطينا كل ما في جهدنا، حاولنا اننا نعطيو اقصى ما عندنا، والحمد لله كنضرب ان هذا الشيء اللي درنا لحد الان هو افتخار لنا وافتخار لكل العرب كل الافارقه اللي كنبغيو نشكرهم بدورهم على المسانده ديالنا. ارتاحوا ونحاولوا نسترجعوا بعض الاصابات اللي عندنا اللاعبين، ومن بعد ان شاء الله غادي نستعدوا للمقابله كانها النهائي، لان مركز ثالث بالنسبه للمنتخب الوطني مرتبه مهمه ان شاء الله.